الرضا في الحب دائس، السياده في حلال، ماله سايب اللي عايز سيفته ما انتهى. سمعت قصه قصيره، قصيره جدا، سالتها احب لي بعدما حدث ان اقول، اجابت ماذا حدث وفيما ترضى أن تكون، فرددت أنت أعلم بما حدث وأنا أعلم ما أكون. حينها مالت نحوي قائلة كل ما تريد فأنت من كون كون. شكرا. لا دي خصوصا مكثفة بشكل قوي وخصوصا مكثفه بشكل ماتع. اختار لها المفردات المناسبه لها، اللي احنا بنقول انها قرارها برضه ما فيهاش لغه الفوضى ولا فوضى اللغه، تحقق بها التكليف والقدره التحكميه. شكرا على الخروج. حاجه كده برضه، حاجه راحت ناحيه اللغز كده شويه.